الآن بيقول ما هو موقف الإنسان الذي يكلف بأن ينكر وجود شخص آخر معاه كالمدير مثلا، قل له المدير مش موجود يعني هو موجود، وذلك لصالح العمل، سواء إنكار وجوده مواجهة مع من يريد أو الإنكار في التليفون، وهل الإنكار هذا يعد كذبا؟ كذبا جدا يعني، أنت عايز يعني عشان المدير الكذب ما يبقاش كذب؟ يبقى المدير بيدير عملية الكذب أيضا، يعني هو بيدير الشغل وبيدير الكذب، زي ما الشخص يعود المدير بتاعه يقول له أنا ما أقدرش أكذب وأنا راجل ضميري على قدي وبتعب من الحاجات دي وما أقدرش، يقول له اكذب بالأمر، يقول له آسف، قل له ما انتش نافع سكرتير لي، قل له تدور على شغلانة تاني. تأكد انه لما مش هيوافقه الضمير المدير هيتضايق منه لكن هيحترمه، هيتضايق منه لكن ايه هيحترمه، ولو طاوع المدير في الكذب المدير هينبسط منه انه سلك له شغلانته لكن لا يثق به، عارف انه بيكذب، لو سأله مرة على حاجة تاني وقال له قل له ها اوعى تكون بتكذب، يقول له لا ما بكذبش، يقول له جايز بتكذب في كلمة لا ما بكذبش، ويبقى لا يثق به. خليكم انتم ماشيين مع ربنا وصاحب السؤال اضع امامه الآية التي تقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من حافظينها. طبعا سؤال، بيقولوا يعني الراهب المشلوح وأنصاره، ساعات واحد يمسك قربانا ويقول أنا أثق أن الروح القدس قادر أن يحول هذه الخبزة إلى جسد الرب ودمه، وممكن أنهم ألمانيين ويجوزوا ناس، يقول لك الروح القدس قادر أن يعمل بي. شوف يا حبيبي، الروح القدس ممكن أن يعمل في العلماني أنه يصنع معجزات، لكن أسرار الكنيسة الخاصة بالكهنوت دي واجب الكهنوت، لا يستطيع أحد أنه هو يعملها غير الكهنوت. واحد يمسك خبزة كده وما يكونش عنده كهنوت ويقول أنا أثق أن الروح القدس قادر يحول الخبزة، ده ادعاء ولا يسنده أي شيء في الكتاب المقدس. ولما السيد المسيح أعطى سر الكهنوت لسر الإفخارستية قال للرسل اصنعوا هذا لذكري، لكن ما قالهاش للعلمانيين، يعني دي أشياء كلف بها الآباء الرسل، اصنعوا هذا لذكري. ولما تكلم عن غفران الخطايا لم يعطي هذا السلطان لجميع الناس، إنما نفخ في وجوه تلاميذه القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت لهم ومن أمسكتموها عليه أمسكت، زي ما وردت في يوحنا 20 آية 22 و23. لكن لجميع الناس لم يعطهم سلطان الحل والربط، وأيضا لتلاميذه في متى 18 أعطاهم سلطان الحل والربط، ما حللتموه على الأرض يكون محلول في السماء وما ربطتموه على الأرض يكون مربوط في السماء، ولم يقل هذا لكل الشعب. ففي أشياء خاصة بسر الكهنوت، في أشياء خاصة بسر الكهنوت ليس من حق أي إنسان أن يقوم بها،
لأنها خاصة بسر الكهنوت فقط. فالذي ليس له سر الكهنوت ما يستطيعش يقول أنا أثق بالروح القدس، لأنه فقد عمل الروح القدس فيه إن كان كاهنا وسقط من رتبته الكهنوتية، أو إن كان علمانيا والروح القدس لا يعمل فيه للأسرار الخاصة بالكهنوت. وإلا ما لزوم رسامة الكهنة؟ إذا ما كان أي واحد يمسك له خبزة كده ويقول أنا أثق بالروح القدس تبقى الحكاية يعني لا علاقة لها بالكهنوت، والحكاية تبقى سايبة يعني ما بقتش دخل في أسرار كنسية أبدا ولا دخل في الروح القدس. والروح القدس أيضا حينما يعطى لإنسان يعطى له في حدود معينة. يعني إيه حدود معينة؟ خلي بالكم من عمل الروح القدس دي عشان تفهموه. الروح القدس يعمل في جميع المؤمنين بغير استثناء من جهة حياتهم الروحية، زي ما قال انتم هياكل الله وروح الله يساكن فيكم، دي لجميع المؤمنين. دي حاجة. الروح القدس ايضا يعمل في بعض الناس من جهة المواهب والمعجزات، زي ما ورد في كورنثوس الاولى 12، قال ان يعطى لكل واحد من الروح حسبما بيريد الروح. يعني للبعض اعطي بالروح حكمة، وللبعض اعطي له بالروح ايمان، وللبعض صنع قوات، وللبعض التكلم بألسنة، وللبعض ترجمة ألسنة. دي تختلف من واحد لواحد. هقرأ لكم العبارة الموجودة، مش كل الناس زي بعض حتى في المواهب. شوف بيقول ايه، بيقول انواع اعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل كل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى اظهار الروح للمنفعة. فانه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولاخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إن كانت كثيرة هي في جسد واحد، كذلك المسيح زي أعضاء في الجسد، كل جسد واحد ولكن كل عضو له اختصاصه. كذلك الروح القدس ممكن يعمل في كل إنسان ويدي كل واحد حسبما قسم الروح لكل واحد حتى في المواهب. يبقى من جهة الحياة الروحية يعمل في الكل، من جهة المواهب يقسم لكل واحد، وبعدين رجع في الآخر يقول ايه، وضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، بعد ذلك مواهب شفاء أعوان وتدابير وأنواع ألسنة. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمين؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل الجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع تكلموا إلى آخره؟ فكل واحد حسب ما أعطاه الروح. يبقى الروح القدس يعمل في الكل من جهة الحياة الروحية حسب استجابة كل واحد. يعني في واحد يعمل فيه الروح وهو ما يستجبش، وواحد يعمل فيه الروح وده يستجيب. تاني حاجة في المواهب تختلف. تالت حاجة، الروح القدس في الكهنوت بيعمل عمل ملهوش دعوة بالباقيين. ما يقدرش كل واحد يجي يقدس الأسرار، ما يقدرش كل واحد يعمل، ما يقدرش كل واحد
يمسك اتنين ويقول يا بخت من جمع راسين في الحلال ويخبطهم في بعض ويقول لهم روحوا بقيتوا متجوزين. طبعا ما ينفعش الكلام. الاسرار الكنسيه خاصه بالكهنوت فقط. واحد يقابلك في السكه ويقول لك ابنك ما تعمدش تعالى عمتولك كده على طول. عمتولك ازاي؟ ده سر كهنوت، ده سلطان من الله مش كل واحد يقدر عليه. فيجي واحد يقول انا اجوز واحد، تجوزه ازاي؟ عايز اقول لكم كلمة في الزواج يعني عشان تفهموها. في الزواج كما ورد في متى 19 وفي مرقس 10 بيقول الذي جمعه الله لا يفرق انسان. طب وربنا بيجمعه ازاي؟ بيجمعه عن طريق وكلائه على الارض. فلما يجي كاهن يجوز لي بنتي اقول الكاهن ده عنده سلطان كوكيل لله. لما يجي الاسقف يجوز لي بنتي اقول ده عنده سلطان من الله كوكيل لله. زي ما بولس الرسول بيقول في كورنثوس الاولى 4:1 بيقول ليحسبنا انسان كخدام لله وكلاء السرائر الالهيه. فدول الرسل دول وكلاء السرائر الالهيه. وزي ما قال في رسالاته الرعويه الى تيموثاوس والى تيتوس فليكن الاسقف بلا عيب كوكيل لله. فده وكيل. لما بيشتغل كوكيل يبقى بيعمل الله عن طريقه باعتبار ده وكيل ربنا. ولذلك المسيح قال يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين. ده وكيل امين حكيم. هل كل واحد وكيل؟ من الذي اعطاه الوكالة؟ مين اللي أعطى له سلطة مباشرة الأسرار؟ فدي عملية خاطئة بيلجأ إليها الناس الذين حرموا من نعمة الكهنوت ويريدون أن يباشروا نفس الأمر فيقول لك لا كلنا نقدر. لا كلك تقدر إزاي بقى؟ من الذي أعطاك السلطان؟ بأي سلطان تفعل هذا؟ بأي سلطان تفعل هذا؟ ربنا يعقلهم ويهديهم، يعقلهم ويهديهم. لكن حتى لو ربنا عقل البعض وهداه فالراهب الذي يتزوج يفقد بتوليته، يفقد ندره، يفقد كهنوته، وطبعا بيفقد ارثوذكسيته لان ما فيش كنيسه ارثوذكسيه هتجوزه. فان تاب ممكن يرجع للكنيسه كمؤمن عادي ان قبلت الكنيسه توبته، ولكن لا يرجع لا كاهنا ولا راهبا لاشياء فقدت الى الابد. واحد بيقول افرض في انسان مريض مشلول اللسان وقد مات وقبل موته احضروا له اب اعتراف فناولوا ولكن لم يتكلم، لسانه مشلول يعني، هل يعتبر اعتراف؟ ربنا لا يمكن ان يطلب من انسان فوق ما يطيق او فوق ما يحتمل، مش ممكن. ربنا مش معقول هيطلب من انسان مشلول اللسان انه يعترف. هذا الانسان تكفيه التوبة في القلب. المسألة مش مسألة لسان، مسألة القلب اولا، ويعتبر اعتراف واعتراف كامل ما دام في قلبه تائب. واحد بيقول ما رأي قداستكم في زوجتي التي تقول انا مش عايزاك بعد الزواج 12 سنة؟
الشافية بص الكتاب بيقول ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، فأنت لو زرعت محبة كنت تحصد محبة، ما زرعتش محبة بتقولك مش عايزاك. شوف هي زعلانة منك في إيه وصلح، شوف هي زعلانة منك في إيه وصلح. مش ممكن امرأة يكون الزوج بيعملها معاملة بمحبة وتقول له الكلمة دي، فلازم انت ما عملتهاش معاملة كويسة. 12 سنة ده لو واحد عنده قط مربيه في البيت 12 سنة ما يقدرش يستغني عنه. فانت تشوف هي زعلانة منك في ايه وتروح تصالحها. والكتاب بيقول ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة وبذل ذاته عنها. يعني شوف المسيح احب الكنيسة بدرجة ايه وبذل نفسه عنها. انت مفروض تحب مراتك بهذا الشكل. انت مش بعت لي جواب تشتكي لي مراتك، انت بعت لي سؤال تشتكي نفسك. روح صالحها.